مثل ما منعرف هلأ نحن عم نعيش أجواء الكريسماس والزينة يلي عم تعبي شوارع سوريا بالإضافة لاقتراب إضاءة شجرة الميلاد المجيد، ولكن ركزوا معي شوي، كأنه في شيء غريب جدا وهو اختفاء بابا نويل. للأسف دورنا عليه كتير ولكن تبين أنه مفقود، يمكن لأسباب مجهولة أو حتى لأسباب متعلقة بالوضع الحالي عنا بالبلد. على كل حال اليوم رح نكون معكم من الشارع السوري ونسأل العالم في حال حدا لقاه أو حدا شافه بالطريق. تابعوا معنا. مرحبا. أهلين. شفتي لي بابا نويل مارق من هون؟ لا، عاد بالعادة كان بيضل رايح جاي بالأيامات، بس ما هالسنة كأنه صاير معه شيء مثلا، يا مثل شو؟ يا أما ما معه بقى يجيب هدايا، يا أما غلا، يا أما حزين برد، شو وين بده يجي؟ ما وين بده يجي؟ ما في مجال يجي السنة. لا، لحد يتأمل. شو بده يجي يعمل بسوريا؟ الله يعين العالم، لا كهرباء، لا مي، برد، ما في مازوت، شو بده يجي يساوي هون بسوريا؟ معترين يعني، شو بده يجي يعمل؟ يعني ما في حدا، ما معه يجيب هدايا للعالم. شو؟ مزبوط؟ إذا بس لقيتي دقي لنا، ما معلي؟ بدق لكم بس بعتقد ما رح لاقي، وأنتوا إذا لقيتوا دقوا لنا مشان ابني. في أسباب كثيرة. هي أسباب مجهولة ولا متعلقة بالوضع اللي عنا بالبلد اليوم؟ بالوضع؟ لا والله. وينه؟ والله ما بعرف، سألت عليه ما حدا رد علي. طيب شو يعني، ليش ما إجا؟ معقول؟ ما مع مصاري. وما حيحسن يوزع هدايا نهائيا هالمرة. من شان ما حدا هلأ يفكر أنا جاي بابا الوين، ما له جاي. ما في أسباب تانية مثلا هو ما بده يجي؟ ما في ضوء كمان، على شو بده يصور، على شو بده يعطي هدايا؟ ما في لا هدايا ولا شيء. في حال اذا نحن هلا يعني دورنا عليه ولقينا، شو بتتمنى يجيب لك معه؟ ما متمنى شيء لانه ما حيجي. مرحبا. اهلين. شفتي بابا نويل؟ لا والله. طب وين دورتوا عليه؟ دورنا كثير ما عم نلاقيه. طيب وين؟ ما بعرف، ما مسترجي يجي على البلد. شو؟ ما في دفى بالبيوت يجي اصلا، ما مسترجي. ما انا مسترجي. لا والله. في حال اذا شفتي يجيب لك معه؟ شوية سلام بس. مرحبا. كيفك؟ شو أخبارك؟ لا مضيعينه، صلنا فترة بهالحرب هيك ضيعناه. كان يجي عزيني على المحبة، على هيك يلاقي العالم بالطرقات فرحانة. هلأ ما قليل الفرح، قليل المحبة بين العالم بسبب هالظروف هاي البشعة اللي مرقت على البلد. كان يجي على الزيني، على الشجرة الموجودة بالبيوت، على الإضوية، على هيك. ما في كهرباء، ما في عالم. لا ما منشوفه بالشارع، هو يعني ملاك، ما منشوفه شخصيا بعقلنا، ونحن منشخص هاي الشخصية. طيب في حال لقيناه نحن مثلا، شو بتتمنى نجيب لك معه؟ اتمنى والله، اتمنى الهدوء والاستمرار والرخص وال يعني واحد يعيش بسلام بسوريا. حسب إجابات الناس بالشارع السوري، ما حدا شاف بابا نويل ولا حدا لقاه أبداً. أما هلأ أمانة يا جماعة لكل حدا عم يحضرنا، إذا شفتوا بابا نويل تصلوا فينا أو خبرونا أو حتى تركوا لنا تعليق صغير عبر الفيسبوك. أما هلأ رح نكفي التفاصيل والأخبار الباقية مع زين بالاستديو. بشوفكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد. سلام.